الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من أجل كل نعمك وعطاياك. يتبارك اسمك يا رب في هذا الطعام الموضوع أمامنا. عوض كل من له تعب فيه واملأ هذا المكان من خيرك وبركاتك بشفاعة أمنا العذراء مريم وبركة قيامتك المقدسة بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات. بالهنا والشفا تفضل. راضي حبيبي.